متابعينا الكرام في العراق، أسأل الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة جوية خاصة بشأن أحوال جوية مقبلة بمشيئة الله تعالى على العراق. تتأثر مناطق بلاد الشام ومصر بمنخفض جوي عميق يتوقع أن يؤثر على هذه المناطق يومي الخميس والجمعة. يصل تبعات هذا المنخفض لكن بحدة أقل إلى العراق اعتبارا من مساء يوم الجمعة ويستمر حتى نهار يوم السبت. نبدأ هذه النشرة الجوية الخاصة بخرائط ما يسمى بالضغط الجوي، والتي تشير إلى تمركز وتشكل منخفض جوي عميق في أواسط الأراضي المصرية، والذي يتوقع أن يكون شديد العمق وغير اعتيادي لهذا الوقت العام في هذه المناطق، وسيعمل على إثارة الأتربة والرمال ووجود رياح شديدة وأمطار. هذا منخفض الجوي يتوقع أن يتحرك تدريجيا ولكن ببطء باتجاه شمال الأراضي المصرية مع ساعات فجر يوم الجمعة، ومع دخولنا في ساعات ظهيرة يوم الجمعة يبدأ هذا المنخفض بالتوجه باتجاه الساحل الفلسطيني عبر الحوض الجنوبي الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ويصل إلى مساء يوم الجمعة إلى هذه المناطق، ويدخل إلى داخل بلاد الشام مع ساعات فجر يوم السبت، ويتمركز إلى الشمال من مدينة إربد الأردنية، ويصل تبعات هذا المنخفض الجوي إلى العراق بشكل تدريجي كلما اقترب هذا المنخفض الجوي. دعونا نتعرف ما هي التأثيرات المتوقعة لهذا المنخفض الجوي على الأراضي العراقية، والتي نبدأها بخرائط سرعة الرياح. هذه سرعة الرياح متوقعة اعتبارا من ظهيرة يوم الجمعة، هناك رياح نشطة جدا وشديدة متوقعة على عموم المناطق الشمالية الغربية من المملكة العربية السعودية، توقع أن تؤدي إلى تشكل عواصف ترابية. كذلك الأمر رياح جنوبية غربية أيضا متواجدة على المناطق الجنوبية للأراضي العراقية. كل هذه الرياح ونشاطها الكبير جدا يتوقع أن يؤثر على عموم الأراضي العراقية على شكل رياح، على شكل عواصف ترابية. وكلما دخلنا في الوقت تبقى هذه الرياح قوية جدا في هذه المناطق، وبالتالي هناك تدني كبير لمدى الرؤية الأفقية. تضعف سرعة الرياح قليلا نهار ليلة الجمعة على السبت، وكذلك الأمر يوم السبت تكون هناك رياح غربية قوية في مناطق البصرة وجنوب العراق، لأنها لن تكون بنفس الشدة التي ستكون عليها نهار يوم الجمعة بمشيئة الله تعالى. انتقالا إلى خرائط التوقعات المحاكاة الحاسوبية للأمطار، فكما نلاحظ مع ساعات صباح يوم الجمعة تعبر جبهة هوائية باردة مرافقة لهذا المنخفض الجوي في القطاع الغربي للأراضي العراقية، مناطق غرب الأنبار والحدود الأردنية العراقية، إضافة إلى الحدود العراقية السعودية، الحدود العراقية السورية. يتوقع نشهد زخات كثيفة غزيرة من الأمطار الرعدية بمشيئة الله تعالى. كذلك أن الفرصة اعتبارا من صباح يوم الجمعة متواجدة في أغلب المناطق العراقية على شكل زخات، إلا أنها تكون كثيفة وشديدة الغزارة في المناطق الغربية للأراضي العراقية. مع دخولنا في ساعات النهار تمتد هذه الأمطار لتشمل كافة مناطق العراق على شكل زخات رعدية غزيرة، وبالتالي ينبه من خطر تشكل السيول وجريان الأودية في العديد من المناطق وارتفاع منسوب المياه في بعض طرقات بعض المدن. مع ساعات مساء يوم الجمعة تكون هذه الجبهة الباردة متركزة على القطاع الشرقي من الأراضي العراقية، تبقى الفرصة لأمطار رعدية غزيرة موجودة بما فيها العاصمة بغداد، إنما القطاع الغربي من الأراضي العراقية يكون فيها فرص الأمطار قد تراجعت بشكل كبير، وذلك يفصل ما بين تأثيرين أو جبهتين لهذا المنخفض الجوي الذي يكون في ذات الوقت متمركز في المناطق الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. مع ساعات فجر يوم السبت تعاود فرص هطول الأمطار بالارتفاع من جديد، ولكن على المناطق الغربية من الأراضي العراقية، وتمتد شيئا فشيئا مع دخول هذا المنخفض إلى المناطق إلى الداخل العراقي بمشيئة الله تعالى، وتصل لاحقا يوم السبت تشمل أغلب مناطق العراق مرة أخرى، هذه على شكل زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله تعالى. هذا ما هو طبعا متوقع في تلك المناطق. هذه كانت طبعا ملخصات الأحوال الجوية المتوقعة في الأحوال الجوية والمنخفض الجوي العميق على الأراضي العراقية. من المتوقع إذن باختصار أن يكون هناك أمطار رعدية يوم الجمعة، تضعف قليلا ليلا ثم تعود مرة أخرى يوم السبت. تحذيرات وتنبيهات من السيول وتشكل السيول وجريان الأودية، كذلك هناك تنبيهات من شدة سرعة الرياح وحدوث بعض العواصف الرملية التي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. مع تمنياتنا لكم جميعا بالسلامة وعطلة نهاية أسبوع سعيدة، ونبقى معكم على تواصل أولا بأول دائما لمعرفة المزيد وتفاصيل الطقس في مناطقكم ومناطق سكناكم. لا تنسوا تحميل تقص عرب والبحث عن مناطقكم، أو لا تنسوا بالاشتراك عبر قناتنا على اليوتيوب ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.